مساء الخير. على وقع نقاء قلوبهم وطهر حياتهم، تحيط بهم الأوهام والتصنيفات الخاطئة لمسارهم وطريقة علاجهم. مرضهم ليس بالحدث الجديد، وقضيتهم لم تعد حالة حرجة بمقدار كمية الحرج المقابل عندما نتحدث عن التأهيل والتدريب والتخصص عند المعالجين. إلى فترة قريبة كانت رحالهم تشد إلى دول قريبة بحثاً عن العلاج، أما اليوم فنحن أمام تحول كبير ووعي أكبر لعالم أولئك الأنقياء. بالمختصر هذه المرة عن التوحد والتوحديين مع مدير مركز أبحاث التوحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور هشام الضلعاني. احنا نستطيع أن نشخص يعني أو نتعرف على الحالات من عمر يعني حاليا من عمر سنة، لكن التشخيص الحقيقي للتوحد ما يمكن أن يتم قبل عمر سنتين. أنا أرى أنه في تحسن لكن ينقصنا الكثير. نحن إلى الآن ولا وصلنا إلى يعني 20% من الطموح، نطمح إلى أفضل من هذا بكثير. عندما أقول طفلك عنده اضطراب طيف توحد، طيب وش أسوي؟ أنا كأب ولا كأم أنصدم بهذه المعلومة، وش أسوي؟ وين وجهني؟ كثير من الأطباء ما يدري.